السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات معايا في فيديو جديد على قناة متنوعة فلوج. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة. إذا كنتوا اول مرة كتشاهدوا البنات هذه القناة، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس وتشاركوا القناة مع الاصدقاء ديالكم والعائلة باش تعمل فائدة بحول الله. الفيديو ديالنا ديال اليوم غنحضروا فيه الفقاس البنات البلدي المغربي العادي اللي كلشي كيعرفو. ان شاء الله ندوزو المقادير ومرحبا بكم. نبداو على بركة الله البنات. عندي هنا البنات كاس عنبة ديال الزنجلان اللي منقي ومغسول وما محمرش البنات، لانه غيتحمر لنا مع الفقاس. عندي هنا معلقة كبيرة ديال النافع، تاهو مغسول ومنقي. عندي رشة ملح تقريبا نص معلقة صغيرة اللي ضرورية في جميع الحلويات اللي كتعطينا واحد التوازن في المذاق. عندي هنا ربع كاس ديال ماء الزهر. عندي كاس عنبة ديال السنيدة، ما تكونش البنات غليظة حيت عندنا الزبيب باش ما يجيناش الفقاس حلو. عندي كاس ديال الزيت الرومية، عندي البنات هنا واحد الطانون ديال ولدي حطوا لي مع المقادير، ما عرفت لاش عزيز عليه هذا الطانون ديال البنان. ندوزو نكملو البنات. عندي هنايا حفنه ديال الزبيب وحفنه ديال اللوز، رقدتهم في مدافي تقريبا واحد ساعتين باش مع التقطيع تقطع لينا داك اللوز ما يجيناش قاصح، كيرطبوا داك الماء الدافي كيرطبوا مزيان. غادي نضيفوها البنات. نضيف الساشي تاع الفاني. هنا عندنا ثلاثه البيضات بحجم متوسط. من بعد البنات كنخلط الخليط ديالي بيدية او لاك بالخلاط اليدوي حتى تندمج العناصر ديالنا مزيان وتدوب لينا ديك السنيدة. عاد نبداو نضيفو في الدقيق ديالنا. الدقيق عندنا قياس نص كيلو تقريبا البنات، لان الفرس كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. عندنا نص كيلو ديال الدقيق والعجينة تجينا مرخوفة ما تجيناش قاصحة. وهنا البنات كنخلطو بيدينا ولا بالخلاط اليدوي. من بعد كنديرو الدقيق شويه بشويه مع خماره حمراء. وهنا البنات من بعد ما جمعنا العجين ديالنا كيجينا على شكل عجين، يعني ما يجيش قاصح كيجي مرخوف باش ما يتفرقعش لكم في الفران. هذا هو السر ديال الفقاس، ما تجيش العجينه قاصحه وما نطيبوش بزاف من التحت. هنا البنات كنصوبوا العجين ديالنا على هذا الشكل. هذا كنضيفوا هنا واحد صفر بيضه مع شوية ديال قهوة سريعة ديال الذوبان. من بعد بنات فاش ندمج لنا الخليط كندهنو به الفقاس ديالنا من الفوق. السر البنات في الفقاس باش ما يتفرقعش لينا في الفران، ضروري الخليط ديالنا يجي مرخوف، يجي في الخليط ديالو بحال العجينة ديال الخبز. كندهنو مزيان بهذا الخليط ديال صفر بيضه وشويه القهوه سريعه الذوبان. والفران البنات راني ما سخنتوش، كندير الفقاس ديالو فران بارد.
العافيه مهيله. وتا الطياب ما خصناش نطيبوه بزاف من التحت باش فاش نجيو نقطعوها البنات مي الا كان قاسح من التحت بدا يتهرس لينا. وهنا البنات غادي ناخذ واحد الفرشات وغندوزو هكا على داك البيض اللي دهنا، دوزو هكا على شكل خطوط فقط لتزيين وصافي. غادي ندوز عليهم كاملين، وهذا اختيار ديالكم البنات ماشي يعني ضروري، ولكن كيجي فيه تزيين مزيان. غادي نردوها البنات للفران ونتلقاو من بعد الطياب ديال ان شاء الله. وها هو البنات من بعد ما طب الفقس ديالنا كما كتلاحظوا راه ما طيبناش من التحت مزيان لان باقي ما بغينا نحمروه. كياخذ لينا تقريبا نص ساعه ديال الطياب على عافيه مهيله. ندوزو للتقطاع ديالو البنات. ضروري هنا البنات الموس يكون ماضي باش يقطع لينا الفقس ديالنا بلا ما نهرسوه، والموس فاش كنبغيو نقطعو به كنمشيو به ونجيو، يعني ماشي نقطعو في خطره واحده. نستمروا البنات تنكملوا تقطع تاع الفقس كامل. نستفوه البنات على هذا الشكل هذا في الطاوه، والعافيه من الفوق بالنسبه للتحمر ديالو كنديروا العافيه من الفوق فقط ما كنديروهاش من التحت حتى كيتحمر لنا من الفوق، وعاودو نعاودو نقلبوه. نتمنى تجربوه بهذه الطريقه، يعني انتما كتلاحظوا شوفوا التفرتيت اللي طاح منه يعني راه ما كيتهرسش. ومن بعد نحمرو شويه بشويه وبصحه والراحه. ومنساش نقدم التحية ديالي لمجموعة الأوفياء على رأسهم السيد هبة مشكورة، ومشكورين جميع الجروب على المساندة ديالهم. كنتمنى أي واحد يدخل القناة يفعل الجرس ودير جيم ويبارتجي القناة. شكرا لكم، إلى الفيديو المقبل إن شاء الله، مع السلامة.